سجلت مملكة البحرين انخفاضا في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 31 حالة قائمة جديدة منها ثمان حالات لعمالة وافدة و21 حالة لمخالطين لحالات قائمة إضافة إلى حالتين قادمتين من الخارج في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 46 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 328 حالة